هذا الشخص إخواني الأعزاء كان منغمس في الذنب وكانت لديه حانة خمور. هذا الشخص إخواني الأعزاء لا يصلي ولا يصوم طوال السنة إلا في شهر رمضان. هذا الشخص إخواني الأعزاء اعتاد في كل عام يكون عند الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، نتيجة علاقة عشق ومحبة مع الإمام عليه السلام. هذا الشخص عندما يذهب إلى الإمام يصلي ويصوم ويحسن حاله. هذا الشخص إخواني الأعزاء ذهب في أحد السنوات إلى الإمام، ولكن قبل الذهاب إلى الحرم ذهب إلى الفندق. هذا الشخص إخواني الأعزاء رأى في المنام رؤية عجيبة قبل الذهاب إلى الحرم، رأى بأن الإمام يستقبل الحضور شخص شخص بابتسامة وسعة صدر إلى أن وصل الدور إلى هذا الشخص. الإمام عبس بوجهه وقال لهذا الشخص: أنت لست من أهل الحرم، وإنما أنت من أهل الحرام.